حلقة مليئة بالتناقضات، وهذا ما ستكتشفونه مع الضيوف الذين يحضرون هذه الحلقة. وش صاري فيا؟ وش مرمت؟ وش تميزرت؟ وش برا عند الناس في الديور؟ قا هي أسبابي ما نسمح لهاش يوسف حتى يوم القيامة. للأسف هو مشكلة في مجتمعنا، نصرحوا به ولا نخبوه، لكن هذا واقع لازم نتعاملوا معاه، لازم نسيبوا له حل. لو كان يتصلوا بك ناس ملاح تمدي وليدك؟ مش حابة جيجي، مانيش حابة نمد. أحكي حكايتك مع يوسف نكاع، سهرة الثلاثة التسعة غير ربع على شروق تيفي.